تتويج جديد للترجي الرياضي التونسي سي عبد الباقي في كرة الطائرة، كيما الموسم معناتها اللي تعدى الترجي يتمكن من الحصول على البطولة الموسم الثاني على التوالي. اي سي لا كونتينيتي وخاصة على المستوى الإداري، اختيارات معناها اللي مشات فيها الترجي الرياضي التونسي عطات أكلها، سواء من حيث الهيئة المديرة والشخص اللي تم اختياره اللي اشراف على فرع كره الطايره، ربي يعينهم. وجو الكره الطايره بصفه عامه راهو جو حلو مزيان به. باش نحكيو مع ضيوفنا اكيد على تتويج الترجي الرياضي التونسي في فرع كره الطايره بالبطوله رقم 17 كما قلنا، لكن قبل نرجعوا لمباراه اللي انتصر فيها الترجي الرياضي التونسي في قاعه سوسه، هو الحقيقه انتصر ذهابا وايابا على النجم الرياضي الساحلي. عوده المباراه مع عمل الحداد وبعد نرجعوا للحديث في البلاتو. ثلاثيام سيت صعيب، علاش؟ خاطر احنا سي تو ولينا نحسوا في التيتر جي ويطوال انا رينا بيدر، معناها باش تلعب اللي عندك الكل باش تحاول تسوف، معناها تقعد في وسط الطرح. مي هوروزمون عرفنا كيفاش سيرتو لي بوان الاخرانيين ما خليناهمش ياخذوا علينا ليكار، ولي بوان الاخرانيين عرفنا كيفاش نصرفوا فيهم. ان شاء الله مبروك علينا البطوله هذيا. ثاني حاجه شفتوا كيفاش دخلنا معناتها في الماتش، دخلنا بيان كونسونتري في الماتش، عرفنا كيفاش ناخذوه من الاول. صحيح تروزيام سيت لقينا ديفيكولتي بوتيتر حبينا نسرعوا شويه، فهمتني؟ اما الحمد لله يا ربي عرفنا كيفاش نرجعوا بعد. بس كل دين وحده وعاونوا يعطيهم الصحه، وهذايا روفونش عملناه، هزوا الشامبيون في سالتنا واحنا اليوم هزينا الشامبيون في سالتهم، فوكا ان شاء الله في الكوب. الفولي بول ما فماش امان، اذا بتغلط راهو كل كره تتحاسب عليها. الحمد لله اليوم فرحنا جمهورنا وحققنا ان اوبجيكتيف من لي زوبجيكتيف اللي حطيناهم عام السنة. الله لا تخطى لنا عاد، انا والبروفا الحمد لله وجهه باهي، وسي عز الدين زاد معنا وجهه باهي، البروفا ما عاد يتبع فيا وين انا وين هو، وهذيك اللي بها الفائده. الحمد لله ان شاء الله ديما متوجين وان شاء الله ديما شيخين. الشامبيونات تاع السنة ما كانت سهله، صعيبه سورتو بالكالندري، فما بوكو دو سوسبانس في الديمي فينال. في الفينال نهديو التيتر هذا جمهور الترجي العزيز، نهديوه السي حمدي المدب اللي وقف معنا كسيكسيون وعاوننا بالكدا، الديريكتور الكل، الرؤساء تاع الفروع ورؤساء الترجي اللي خدموا قبل. كانت هذه صور خاصة بتتويج الترجي الرياضي التونسي كما قلنا في فرع كرة الطائرة بالبطولة رقم 17 في تاريخه، وهي البطولة الأولى للمدرب نزار الشتيلي اللي موجود معنا، مدرب الترجي الرياضي التونسي. نعاودوا نهنيوك بالبطولة. فقط سؤال نحب نسألك، أما أصعب بالنسبة ليك مقابلة الذهاب لهنا كانت في قاعة زواوي ولا مباراة العودة في سوسة؟ والله بالنسبة لينا مباراة الإياب كانت أصعب، على خاطر تعرف أنت رابح المباراة الأولى. صحيح تاو بالنسبة للنجم الساحلي تحت ضغط ويلعبوا في ميدانهم، لكن احنا زادة كنا زادة تحت ضغط معناها، وما كانتش سهلة تاو. يمكن كنت تتصور الانتصار 3-0 في قاعة سوسة بالذات؟ والله كنت متصور، ما اكيد كنت متصور الانتصار، ما بالطريقه 3-0 مستبعده شويه، 3-1 ممكن. اما ما يخفاش اللي كونوا المباراه راهو 3-0 ما تعنيش اللي كونوا المباراه كانت سهله. شفت انت حتى اللي يشوف 3-0 في قاعه سوسه سي نزار يقول كانه معناتها الترجي كان في طريق مفتوح في المباراه نتاع النهائي. لا لا ما كناش في طريق مفتوح بحكم الشوط الاول معناها 25-23 والشوط الثالث 25-23 معناها. ممكن التحضير كان احسن من مباراه اللي في صالتنا، مباراه الذهاب التحضير كان احسن ولو كان الوقت ضيق. الحاجة اللي صارت اللي ما صارتش في المباراة الأولى صارت في المباراة الثانية، واللاعبين هما اللي طبقوا
الشيء اللي كان مطلوب منهم وكان تركيز عالي اكثر من المباراه الاولى وخلينا نربحوا بالكيفيه هذيك لكن ما كانش مباراه سهله. به الياس معناتها كنت يحكي سي نزار المدرب كان يحكي على تركيز الملاعبيه قال في المباراه الثانيه كانوا مركزين اكثر، حسيتوا انكم معناتها كنتوا مركزين اكثر وماشيين اكثر للهدف قربتوا اكثر للتتويج في في القاعه نتاع سوسه؟ والله عملناو نفس الحكايه، نحن خسرنا في الزواوي من بعديك ربحنا في سوسة 3-0 ومن بعد عودنا ربحنا في الزواوي. السنة معناها ثلاثة سنين معناها كي مشينا لسوسة حسينا معناها فما مسؤولية كبيرة معناها من جوارات الكل، معناها حكينا مع بعضنا الكل معناها لازمنا نكملوها غاديكا معناها. سي عبد الباقي تفرجت اكيد في مباراه كانت نهائي كبير الحقيقه ذهابا وايابا، خاصه مباراه الذهاب كان فيها التنافس اقوى 3-2 للترجي التونسي، مباراه العوده بالنسبه لي كيفاش شفت المقابله هذه والتتويج بتاع الترجي التونسي في فرع كره الطائر؟ والله مباراه هما في المباريات الكل سواء تبدا اللعبه في تونس ولا في سوسه الاحتمالات الثلاثه وارده بين الترجي والنجم الان اكس 2 معناها سواء في سوسه ولا في وهذا يتاكد في زوج مباريات، سواء المباراة الأولى اللي فات 3-2 وكان فيها تسابق في الأشواط، سواء في المباراة الثانية اللي كما قلت أنت 3-0 تظهر معناها انتصار ساحق، ولكن في الفولي الأمور تتحسب أوترومون، تحسب على مستوى لو نومبر دو بوان في شاك مونش، تاخذ لي تروا مونش، كانوا تروا مونش سيري رغم أنه مشاو للترجي ولكن كانوا سيري وكان النجم بيدو قريب من أنه في كل وقت نجم يفك، وهذه حلاوة اللعبة والمنافسة الموجودة في الفولي بول، معناها ما ثماش عامل ميدان وارض وما نعرف شنو، ثم مدى استعدادك ومدى قوتك انت. شفنا الترجي في مصر في دومي فينال ربحت سموحه في واحد اللي هي من لي فافوري نتاع الواحد، هذه لو شارم نتاع الفولي بول واللي تفرجنا فيه بالكدا في الزوز ماتشوات. ولكن بالنسبه لي انا اهم التيتر شكون هزو، اهم اللي صار في الماتشوات ما احتفظ به للذاكره طول حياتي تصريح راضي بن علي رئيس فرع كره الطائره للنجم راضي الساحلي نحييه بالمناسبة هذه، واللي نتمنى أنه تصريحه يكون درس خاصة للناس في كرة القدم اللي ماشيين بها، بحيث سي راضي بن علي تكلم هن الفريق المنافس على فوزه واعترف باستحقاق الفريق المنافس. شفنا حتى روح رياضية كبيرة كانت في قاعة سوسة رغم انتصار الترجي التونسي. كيف تشوف الترجي يحتفل في قاعة سوسة بالشكل هذايا في الهدوء هذايا وفي الأجواء هذايا، هذايا اللي حاشنا يا جماعة الفوت تفرجوا هو السبور. هذايا الميساج اللي حاشنا فيه. فوالا مش شكون ربح شكون خسر، أنا نحيي مرة أخرى راضي بن علي اللي عطاه درس للمسؤولين وعطاء مثال ونموذج للمسؤول الحق اللي حشنا به في الرياضه وان شاء الله نقاو منه برشا في تونس. سي نزار كنت حاضر في الاحتفالات هذه ما صار حتى شيء، معناتها كنا متخوفين خاصه بعد مباراه السي اس اس والنجم الساحلي نذكروها الكل شنو صار فيها، كنا متخوفين على مآل ما بعد المباراه. بالعكس انا مش متفاجئ بمسؤولين النجم الساحلي، كانوا عندهم حفاوه كبيره برشا من حتى أول الجمهور من اول مباراه، وحتى الجمهور كانت المباراة في قمة الروح الرياضية وكما تفضل ساخة معناها هناونا وعملنا الاحتفال متاعنا من غير حتى ما صار حتى شيء، وفرحوا بينا مسؤولين النجم الساحلي نشكرهم بالمناسبة، وإن شاء الله كما قلت تكون مثال للرياضة بصفة عامة. نقعد معك انت سي نزار بعد خساره اللقب الافريقي، معناتها الترجي هذه التونسي برشا كانوا يتصوروا انه باش يخرج من التركيز نتاعو لكن يرجع في البطوله بقوه ويفوز باللقب. صحيح احنا تو بالنسبه خسرنا صحيح بطوله افريقيا اللي كانت هدف، احنا مشينا بطوله افريقيا كان عندنا زوز اهداف، الهدف الاول هو المنافسه على بطوله افريقيا والهدف الثاني هو تحضير للبطوله في تونس، وهذا شيء ماهوش سهل لكن بالنسبه لنا احنا عرفنا كيفاش عندنا الفريق يسخر بالامكانيات نتاع اللاعبين، انا عندي ليفكتيف كبير، عندي قرابه 15 لاعب معناها قراب بالمستوى، معناها ممكن بطوله افريقيا اعطتنا معناها اضافه للبطوله هذه وتوفقنا. به الياس معناتها البالدو ماتش كانت عندك انت هذول بين يديك انت كان مانيش غلط، معناتها احساسك في الكوره هذيك اللي جابت اللقب رقم 17 كما قلنا للترجي التونسي في كره الطائر. والله احساسي هذا فيديو ما نتذكرش بعد ما كمل الظلام نجري وكا هو معناها من الفرحه،
نفرح اكثر معناها اللي عاونت اصحابي معناها فما حاجه فينا اللي يدخل تلقاه مع معناها ماهوش متقلق معناها سواء لعب ولا ملعبش مادام ربحين عطينا نعاونوا بعضنا وكاو به نحكيو على ملاعبية الترجي هذه التونسي سي نزار انت والياس وسي عبد الباقي يظهر لي معناتها الفيرتيف ما تبدلش برشا في الترجي هذه التونسي وقت اللي نحكيو مثلا على مهدي بشيخ مروان الفهري الياس القرموسلي معناتها ملاعبية الكل موجودين من فتره طويله في الترجي هذه التونسي هذه حاجه من الحاجات اللي تخلي الترجي اليوم ديما بنفس المستوى وبنفس الاداء اكيد رغم تغيير الاطار الفني معناتها خلينا نقوله اكيد حافظنا على نفس الافكتيف بالعكس ممكن استغنينا على اللاعب اللاعب المحترف سي نزار هو اللي معناها سر معناها السيزون قال ما حاجتيش بمحترف معناها اصرينا كلنا مجموعه كامله معناها تحدي الفرق يمكن الاربعه اللي تنافس على البطوله كلهم داعمين كيما النادي الصفاقسي بلاعب برازيلي والنجم الساحلي والنجم الساحلي والسعيديه سيدي بوسعيد احنا خذينا التحدي واعطيت ثقه بالنسبه للاعبين نتاعنا وهما كانوا محل الثقه وما خلاوش النقص نتاع اللاعب المحترف بالعكس عملوا مجهود اضافي خاطر كان تحدي حتى في بطولة افريقيا معناها حتى الفرق المصرية كانت كل فريق مدعم باثنين محترفين وربحنا الاهلي المصري اللي كانت اقوى من السنة اللي فارطة اللي هو بطل افريقيا ربحناهم معناها 3-0 عندهم اثنين محترفين واحد برازيلي واحد جزائري معناها مع الافكتيف اللي كان عندهم والتحدي ديما وهذيك اللي عملت لنا قوة شخصية مازالوا لي زيشيونس معناتها للترجي هذه التونسي وقت اللي نحكيو على كاس تونس اكيد معناتها لقب اخر قاعد يخدم عليه الفريق نتاع الترجي هذه التونسي اكيد صفحه البطوله اليوم رجعتوا تدربوا اي اليوم طويناها ودخلنا في تحضير المباريات الكاس اللي باش تكون ماراثونيه معناها في ظرف اسبوعين باش تكون يمكن اصعب من البطوله يعطيك الصحة سي نزار أكيد باش خليوك أنت والفريق تاع الترجي هذه التونسي والملاعبية باش تركزوا على مباراة الكأس نتاعكم بالتوفيق للترجي هذه التونسي مشكور على حضوركم معنا أيضا إلي